مشاهدينا ومشاهدي تلغراف مصر في كل مكان، اهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم من محافظه السويس، تحديدا من حي السويس شارع الخضر. حي السويس من اكبر الاحياء التجاريه الموجوده في محافظه السويس. دقائق معدوده ويبدا تفعيل قرار اغلاق المحال التجاريه في العاشره تماما، بحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للترشيد من استخدام الكهرباء. القرار شمل ان المحلات يتم اغلاقها في العاشره تماما عدا البقاله والمطاعم والكافيهات والمولات، كل نشاط له موعد للفتح والاغلاق. الكافيهات تغلق الساعة 12، ميعاد غلق الكافيهات الساعة 12، والمولات تفتح 10 وتقفل 12. جميع الأنشطة في أيام العطلات والراحات تمتد ساعة بعد موعد الغلق، يعني المحلات العادية يتم إغلاقها في الساعة 11، الكافيهات تمتد للساعة الواحدة، وكذلك المولات تمتد للواحدة، يتم فتحها في العاشرة صباحا وتغلق في الواحدة، وميعاد غلقها أساسا الساعة 12. هناك أنشطة مستثناة مثل المطاعم والصيدليات ومحلات السوبر ماركت والبقالة لها مواعيد تمتد بعد العاشرة حسب النشاط. تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء تبدأ بعد دقائق من الآن، يتم تفعيلها في محافظة السويس بحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء. واحنا بننقل لحضراتكم من حي السويس اكبر الاحياء التجاريه في محافظه السويس اللي بيستعد لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الجديده. القرارات دي زي ما قلنا لحضراتكم بتشمل اغلاق جميع انشطه المحلات في العاشره تماما عدا الصيدليات والسوبر ماركت والبقالة، المطاعم أيضا مستمر الدليفري بعد موعد الإغلاق. لكن في محافظة السويس زي ما بنقول لحضراتكم بنستعد لتطبيق القرار الخاص بإغلاق المحلات، وفي بعض المحلات بدأت من الآن بتطفي الأنوار لأن خلاص دقايق. أدي بعض المحلات اللي قدامنا بدأوا يطفوا الأنوار بتاعتهم ويفعلوا قرار رئيس مجلس الوزراء في الإغلاق. أدي المكتبات مختلف الأنشطة بيلموا الحاجة والبضائع بتاعتهم عشان ينفذوا قرار الإغلاق. طبعا المقاهي والكافيهات مستمرة حتى الساعة 12 زي ما بنوري لحضراتكم في حي السويس. اهوت بقى المحلات بتلم الحاجة اللي قدامها عشان تنفذ قرار الغلق بعد قليل، بعد دقائق معدودة نحو 10 دقائق يتم اغلاق المحلات بحسب قرار رئيس مجلس الوزراء الجديد بأن تغلق المحلات في الساعة 10. وزي ما حضراتكم شايفين بدأت محلات بالفعل تغلق أبوابها بالرغم من وجود لسه 10 دقايق. يعني أنا أكلم الرجل طبعا مش كل الأنشطة اللي هتقفل في ميعاد واحد، زي ما بنقول لحضراتكم الكافيهات والمطاعم والصيدليات والمولات بتمتد لبعد العاشرة، لكن
لو احنا شايفين قدامنا المحلات بيتم اغلاقها زي ما احنا شايفين، قبل 10 كمان كله بيقفل، خاصة في حي السويس هنا في شارع الخضر تحديدا بدأت المحلات بتغلق ابوابها لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء وغلق المحلات في 10 تماما. بنتابع مع حضراتكم مشاهدينا مشاهدي تلغراف مصر في كل مكان تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق المحلات في 10 تماما، عدا أنشطة البقالة والسوبر ماركت والمطاعم والمولات وأيضا الصيدليات. صورة حية قدام حضراتكم شارع الخضر، بدأت المحلات والمكتبات في غلق أبوابها تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بغلق المحلات الساعة 10 ترشيدا لاستهلاك الكهرباء. زي ما حضراتكم شايفين كله بيجهز نفسه عشان يقفل، في ناس قفلت بالفعل والباقي بيقفل تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء اللي بيبدأ تطبيقه بعد دقائق معدودة في 10 تماما اليوم. مختلف المحلات بدأت تظلم وبدأت وفي محلات قفلت بالفعل قبل دقائق والباقي بيكمل اهوت بيقفل. ادي محلات في حي السويس بمحافظة السويس اغلقت تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بغلق المحلات في 10 مساء. مشاهدينا دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.